خلينا نقول الآن نوضح للمشاهد متى تصبح هذه الكدمة في وضع خطير ويجب أن أنا أخذ الأمر على محمل الجد وأروح للدكتور دايركت. نعم جميل جدا. إحنا ذكرنا تظهر بشكل فسيولوجي نقلق عندما يصاحبها نزيف في أماكن أخرى كما ذكرت من الأنف أو الفم أو الجهاز البولي أو الجهاز الهضمي. هذا رقم واحد. عندما تكون البقع كبيرة جدا ليست صغيرة وتكون على الجدع. أيضا رقم ثلاثة يكون تاريخ عائلي لأمراض النزيف. أيضا التاريخ العائلي دائما في الطب مهم، نسأل عن التاريخ العائلي، هل في أحد من أفراد العائلة مصاب بأمراض النزاف أو النزيف زي الهيموفيليا زي فون فيلبراند. المريض مثلا رقم معاه مثلا أعراض تعب، خمول، دوخة، يعني صداع، إرهاق، حرارة، هذه قد تكون أمراض أخرى مثلا التهاب مثلا عدوى تسبب انخفاض في صفائح الدم فبالتالي تسبب الكدمات، أو قد تكون يعني من الأسباب أيضا يعني الأورام أيضا مثلا أورام الدم، وهذه من الأسباب ما نبغى يعني نقلق الناس، لكن من أحد الأسباب عشان نقول إحنا دائما استشارة الطبيب من أجل الاطمئنان وليس القلق. البعض تجي الأعراض ويقعد يوسوس ويعيش في دوامة ويرسم تشخيص معين وهي قد تكون يعني أسبابها فقط الحميدة الشائعة. هذه الأسباب إحنا نقول لازم يعني يجب زيارة الطبيب على الفور. الفحص السريري مهم جدا، يعني لو وجدنا أحد الأسباب أيضا يعني فشل الكبد أو تريف الكبد أيضا تسبب الكدمة، فعشان كده لازم زيارة الطبيب عشان زي ما قلت عمل الفحوصات اللازمة. جميل. طب دكتور خلينا ننتقل إلى طرق العلاج لهذه الكدمات. جميل. دائما احنا العلاج نقول نعالج العرض ونعالج السبب. هي كأعراض ما نعالجها لأن هي تتشافى من تلقاء ذاتها، يعني تختلف، لكن إذا كانت الكدمة بعد ضربة مثلا خبطة قوية، هذه نضع ثلج كيس وفي ثلج، ليش؟ عشان الثلج يعمل على يعني انقباض الشعيرات الدموية، فبالتالي يقلل اللي هو تسرب الدم من الأوردة أو الشعيرات المتهتكة إلى، فنستخدم كدمات، لكن لما يكون التلقائي هذا ما يؤثر كثيرا، يعني لو وضعنا ثلج أو وضعناها هي تتشافى من تلقاء ذاتها، وهذا جزء جدا يعني الواحد نقول إحنا نصف الدواء الاطمئنان إن هي تتشافى من تلقاء ذاتها، لكن لابد يعني غير العلاج العرضي علاج السبب، البحث عن السبب وعلاجه، يعني عمل التحاليل لازمة. إذا كان مثلا أسباب مثلا تتعلق بانخفاض الصفيحات أو الصفائح الدموية نعالج السبب، قد تكون أسباب مناعية، قد تكون أشياء كثيرة. نعم سبب سوء التغذية. سوء التغذية نعم سوء التغذية يعني أحد الأسباب، لو نقص فيتامين سي ونقص فيتامين كي. فيتامين سي يعني هو مهم جدا للشعيرات الدموية أو للأوعية الدموية، صحة الأوعية الدموية، فعندما يكون نقص في فيتامين سي، طبعا الآن من النادر نادرا جدا نشوف عند نقص فيتامين سي. الحمضيات موجود في جميع أنواع الحمضيات، كان هذا المرض يصاب قديما لدى البحارة نسميه سكيرفي أو إسقربوط، أن نقص فيتامين سي الآن ما نشوفه، لكن سوء التغذية نقص فيتامين سي يسبب هذه الكدمات، أو نقص فيتامين كاف. فيتامين كاف مهم جدا لعملية تخثر الدم، يعني نقصه يسبب، لو موجود فيتامين كاف في الخضروات الورقية، في أيضا موجود في الزنجبيل وال صحيح إيه؟ حتى اختفاء الكدمات تطول إذا كان في سوء تغذية. نعم يعني سوء التغذية قد أحيانا يعني فترتها هي زي ما قلت تاخذ اسبوعين ثلاثة اسابيع مختلفه من شخص الى شخص. ايضا يعني بعض يعني من ضمن الاسئله اللي وردتني ان استخدام مكملات غذائيه، استخدام الجنكولا هذه زي الجينسينج، هذه اعشاب، هذه مهمه جدا استخدام المكملات الغذائيه باستشاره الطبيب، خاصه لدى المرضى الذين يستخدمون ميعات الدم، تتفاعل مع ادويه مسيله للدم خاصه الجنكولا وتزيد مستوى السيوله تسبب كدمات. هذه من ضمن الاشياء يعني المهمة. التغذية مهمة في جميع الأحوال عشان نقص الفيتامين سي وفيتامين كي مهم لعملية تخثر الدم، لكن أيضا أخذ المكملات يجب يكون مع استشارة الطبيب. نعم. إذن شكرا للدكتور محمد الشيف استشاري أمراض باطنة وتخثر الدم والأوعية الدموية، يعطيك العافية على المعلومات. العافية. شكرا. العافية.